عليكم معكم عبوس بقطع بكم زيوم ياكم بلعبة ماينكرافت سلسلة ماينكرافت. قبل ما تنسون لايك شارك وصلني 50 ويا 50 مشترك. وشباب تذكروا بالحلقة السابقة عندما سوينا جبنا الحيوانات الحلقة السابقة اللي الحلقة هي رقم 28 سوينا حظيرة وحلقة 27 سوينا مزرعة. واليوم يا شباب كل شي ما عندي اليوم حلقة 30 يا شباب. اليوم شو نسوي يا شباب؟ يعني دراويكم شو نسوي خلف الكواليس؟ هاي حسمها العنوان حسم العنوان خلف الكواليس. هو حسمها كيف تكتب خلف الكواليس العنوان خلف الكواليس. خلف الكواليس شو نسوي دانا؟ نكسر هاي الجبال. هاي بابا كسر هاي الجبال. يلا شباب خلني أقولكم. شباب أنا أفكر أسوي قرية قرية أسطورية بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة. حتى لو طبيناها وما حنطول بالفيديو 20 دقيقة 10 دقائق يلا انا اشوف قد ما اقدر. يعني دائما اذا تريدون لكم خلف الكواليس يمكن تكتبوا بالتعليقات يعني اسوي حلقة خلف الكواليس. يلا سوينا كل شيء شباب وايد كذا بسوي. يلا شغلات هو عنده شغلات تاخر روح وياك ما كره روح تساعدهم يا وياك انت شو تسوي وياك نروح بس لا تقن نركض هو عشان بعدين حطوا من الأول مثل ده هو تحديثات من نضرب الدرج من يسمى مثل الكتاب جامع بابا هاي صار واحد لو ما بني هاي خسارة هي والله ما فيها صالي هو نازل البوت يلا أول مرة يلبس البوت صالي هو ما نازل يلا وبعد حظيرة الأسطورية اللي قلناها تعليلة أوه ماي جاد متروسة مثلا دي وراي بالله خلي نشوف شنو تعديلات كلهم سواء تعديلات وشفت المهمين واحد اللي ما أعرف اسمه طبعا كلهم كلهم اسمه هما أخبار جايدين أخبار بمعنى كلمة أنا هواي يعني ما كنت أعتقد أنا سندوق ما بيشي هو ما بيشي بس الدجاج الشباب ولا الدجاج ما بيشي شنو؟ الدجاج كيف أنا أتذكر وياكم جيب الدجاج بعد ما أتذكر ما تمشي يمكن جيبي ما أتذكر إنه ما تجيبي شباب أتذكر أنا 100% جيبي هلا اتذكر يا شباب يلا سويت 4 دقائق ما شاء الله من اول ما بيجيني يلا وده افكر شباب اشيل بوابه النت وطبق كل المحتوى هذا عندنا كده واول شيء تطوير انت حبيت من اسطوره هذا هنا اوكي ما كان بين شوي والله فضاني هذه الرماد هنا يعني المهم يعني المهم يعني نشوف المهم نبني شغلات مهمة مو يعني لازم نبني هنا لأن بيتنا لا أنا حابب إني أبني هنا يعني أنا ما أريد أبني حتى مو اللي أنا أبغى على بيتي ما
مو مو يعني اشيل هاي واضع ميزة على حد، لا حتى لو حتى لو اذا ما اشوف بيتي اقل جولتي ما يسوون هيك يعني، يعني يريدون يبيعوا البيت بس انا لا، وليش عرفت شو اسوي مستودع ناي جوا مستودع ستوري شو بقري مجاني بعد لحم مجاني اخر الفنادية خلي اثنين يلا حتى راح نشيل الجبل بس هاي مين من الجبل شنو هاي كل بيت تشتغل عليه ما ذكراني بس مو هاي كل بيت هاي سجل الجبل زين حمزية طورت كمالي اللي يسمونه السفر مش كل كتر لاني فاضي كل شيء وايد بمعنى الكلمة فاضي ضم ضم كل شيء ضم نايس مؤقتا وبعدين انا اروح اجمع الخشب بس لازم نسوي كل شيء وياكم لانه ما طلع هي اول حلقة في الكواليس يلا يلا ضم كل شيء 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 بس المي محتاجينه والبابا محتاجينه الباقي ما محتاجينه يلا خلينا نكمل الجواب الخريطة ما شاء الله ها من جاي فتحة صار محتاجين ديال بس ديال ثاني ستوك عندي جيب ستوك يعني لا بس حتى سدة يلا 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 كمل كل شيء وياكم يلا يلا يا شباب واتمنى ان يعجبكم الفيديو اتمنى ان تجيبوا لي ستوري اول ما نطوب البان انا اقراها لكم السين الكري وكافي انا بلاك اطلب منكم ان شاء الله تطلبوا 50 مشترك يعني قبل بعد اطلب منكم يعني ما اطلب 50 مشترك 70 مشترك هيك او رابدي ابدا نعطيكم اكثر اصلا حتى لو نعطيكم افضل انتوا اساطير عليكم جيش المنور يعني بدون توصلون الحلقة حتى ما يعني يعني المشاهدات تجيب ليها والله مشاهدات والله انتوا اساطير وجدرون تسوون اي شيء والله اساطير صدق اصلا تستاهلون انتوا بث مباشر تستاهلون يا شباب تستاهلون انتوا بث مباشر لانه لانه ترى اشوف دعم اسطوري 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 يلا 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 طيب يا شباب يعني صدق مباشر يعني انا مجرد يعني مستوي ليا ولا مرة ما مسوي لي اي شيء استوي بث مباشر بس بس اطلب مليون مشترك اسويكم بث مباشر او 100,000 مشترك 100,000 مشترك اذا نقدر مو 100 مشترك 100,000 مشترك الف ما في هذا هذا طبيني يلا خل روح انام يا شباب وارجع لكم شباب بعد ما روح اتنين بترجع لنفس المقطع وابدي يلا صح من ناية محتاجين نسوي هذا الديات لا بوستون ديات محتاجين ديات إذا استفاد هو ستون يعني بمعنى الكلمة إذا استفاد هو أبدا من هاي يعني عندي هو شاء الله تعد مني هنا عندي شاء الله يعني محتاج ستون هاي كل شيء هواية فمحتاج يلا هذا هذا كمل يا شباب هذا منشيله يلا يلا يا شباب منشيله 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 يلا 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 لا هذا محتاجين من هذا اللون الابيض يعني الا فائدة قب يعني يعني بس هو من دون من كل انواع الستون بيه فائدة يعني هذا بيه فائدة والستون العادي والستون البيت كل انواع
مال الليل شو يسمونه للبيوت وهاي. صدق يعني حتى لو عندك انت شلون هواية زيادة، يعني مثلا انت عندك عندك يعني عندك من هذا الستون يعني تبني بيت وتحاسب البيت قد محتاج جمع زيادة، يعني مو لا في حجم زيادة، يمكن توقع منك يعني حبة او توقع من اللافا او انت توقع هاي لافا عندك يعني عندك زيادات. زين شباب شو تسوون عندكم زيادات؟ شباب راح انام وارجع. شباب على ما رحت نمت رجعت نفس المكان، مو نفس المكان. يلا 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 خلينا نجمع خلينا نجمع. والله سريع خلينا نجمع هواي ستون ان شاء الله. يعني هم نسوي حلقة يعني هم خلف الكواليس هواي، يعني اذا تحبون هاي الشغلة يلا بس في المستقبل. محتاج اطور لي حتى اني ليف الهواي. يلا يلا خلينا نجمع هواي هواي ستون محتاجين يا شباب، خلينا نروح نطور الاغراض مالتنا بس خل اكل لحم. يلا يلا خلينا نروح سريع نروح اطور اغراض، يعني مو اطور دروع لا عندي اني مو حنكسرون با حنكسرون. يلا يلا انا اصعد انا مهم انا حاطة هنا جوا نايم نايم حاط ماني هذا انت محتاج تعمد يعني شلون تريدني انا قابل يعني نسرين شب بلاك مخلص دايموند راح يخلص دايموند مالي. يلا السيفة محتاجة السيفة مهمة بوكس ها جيت كلوفو كلافين اكس بي يا شباب يا شباب حس السراجة يا شباب اوه جاد شفتوا البيكس اللي جيت ياخذني يا شباب عزاج يا بابا سكو سادة اروح يلا نحط كلوفو كلافين ليبل يا شباب يا جماعة كلوفو كلافين هذا الليبل هذا بدل الطور هذا تمر اقل شيء واحد اقل الجست بليت جيب هنا 16 هو ياخذ شباب والله دروع ياخذ هواي انا العب بالي بهواي هواي هواي
شنو الدول؟ عندي هاي ترى متطورة رينكينج، عندي هاي سبعة، هاي سبعة واحد تقدر تسوي لي يقولون ايش تسوي اسمها قلبل، شو يسمونه قلبل، ما في قلب البحر، ما في شنو كيف يعني اكو شي شغلة والله 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 نشوف يا شباب احسن حاجة كلام الفيديو هسي صراحة مثلا هنا هناك تشوف بابا المظلوم انه يريد 33 اللي بالعلامات بيساكس بس هذا وتكتب ليه هو بس يصير مدمج يريد مني 16 يلا يا شباب اتمنى انه يعجبكم الفيديو واتمنى استمتعتوا بهذا الفيديو يا شباب وتوصلوني اتمنى توصلوني 50 مشترك بأسرع وقت اول ما نطب برمضان واصل اريد 50 مشترك واذا عجبتكم هاي في الكواليس كتبوا لي بالتعليقات نلتقي في فيديو جديد سلام عليكم باي باي باي.